يقول الشيخ: هل بيع التورق جائز في الإسلام وما صفته؟ بيع التورق فيه خلاف بين العلماء، الجمهور على جوازه للحاجة، والتورق أن تحتاج إلى نقود ولا تجد من يقرضك فتشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تقبضها وتبيعها على غير من باعها عليك دينا، تبيعها على غيره وتنتفع بثمنها حاضرا، فإذا حل الأجل تسدد للدائن دينه. يشترط فيها شرطان: أولا أن تكون السلعة موجودة في ملك البائع قبل العقد، تكون موجودة قبل العقد، لا يجوز أن تعقد معه ثم يذهب ويشتريها لك، لا بد أن يملكها قبل العقد ثم يبيعها عليك بيعا صحيحا. الشرط الثاني أن تقبضها وأن تنقلها من مكان البائع، تبيعها في مكان آخر على غيره تنتفع بثمنها. وفي هذه المسألة أسمع الآن بيع الأسهم، يجعلون السلعة الأسهم، والأسهم مجهولة ولا تقبض، لا بد أن تكون السلعة مما يقبض ويحاز ويخرج به صاحبه إلى مكان آخر ويبيعه. نعم.